ايه اكشر بشوف فيه مثلا ايه ساعات الباتيلا مثلا بتبقى فيها مشاكل. طب انا بعمل زاويه في التيوب في الدوبليت ده، لا ما بعملش زاويه في التيوب، امال ايه؟ ده زاويه في رجل العيان، رجل العيان تمام. انت العيان بتلف رجله يا بره يا جوه، فيها يا رجل يا بره تمام. بس هنا مش هتفضل كتير ايه ماشي. انا معاك يعني زي ما قلت لك، يعني احنا بناخد ايه اللي موجود واللي الناس جربته واللي الناس اشتغلت عليه تمام. انت ممكن اللي انت تكون بتشتغل عليه خلاص انتوا بنيت عارف يا جماعه، ده اللي انا قلت لكم في الاول. انا يعني في الاكس ري بالذات يعني انتوا كلكم شغالين، يعني اغلبيكم شغالين اكس ري طبعا، مشتغل في اكس ري الاول قبل ما اشتغل في المعامل تمام. فاحنا لازم هنضيفه عليكم اللي هو المعرفه بتاعت الاناتومي واللي هو اللي موجود في الكتاب، يعني هتعمل مراجعه وجرب ده وجرب ده والله لقيت اللي موجود في الكتاب احسن اللي انت شغال بيه كويس، لقيت اللي انت شغال بيه احسن وبيطلع نفس الريزلت والفيو موجود والدكتور مش معترض عليه والدكتور مبسوط بيه خلاص مفيش مشكله تمام. يعني كل واحد انا عارف ان كل واحد ظبط دماغه على حاجه وظبط دماغه على فيش معين، بس بالاخر الله يصلح الا الصحيح. يعني هو اللي موجود دوت اكيد ده الناس جربته واقتنعت بيه وشغاله بيه الاف السنين، يعني الاكس راي ديت خلاص محدش يقدر يجرب فيها. اللي هيجرب فيها مثلا دكتور عظم مثلا تخيل مثلا حاجه معينه عشان تبين زاويه معينه عشان ترفعه بعمليه معينه، فيقول لك لا زودي الانجل قليل الانجل الكلام ده كله، انما كتشخيص تمام كدكتور اشعه هو عارف اه لا دي هيبين حاجه معينه بس. فده الكلاسيك اللي احنا بنتكلم فيه يعني. والصوره اللي انا وريتها دي بس يعني ايه الصوره اللي قلت فات فيها، يعني ان انا ايه ساعات البابيلا بتبقى كذا جزء خلقه ربنا، يعني ممكن تبقى تايب اوف فيت او تايب اوف فيت تمام، يعني ايه يعني جزئين وتراي طبعا يعني ايه